يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله بدايه هذا الاسبوع يكون خير عليك يا هايدي. يا رب واكيد ولك كمان. شكرا، واكيد بدي اصبح على كل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. يسعد صباحكم لكل السوريين وين ما كنتم مرافقينا بصباحنا. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد دائما بنقول يا رب هذا النهار يحمل معه كل الخير والصحه والسلامه، الرزق الكريم وجبران الخاطر، وتكون بدايه هذا النهار وبدايه هذا الاسبوع فرصه لنا لنقدر نعوض اي شيء ما قدرنا نعمله بالاسبوع الماضي. ايضا بنقول بردا وسلاما على كل المحافظات السوريه بسبب الهزات اللي عم نسمع فيها على مواقع التواصل الاخباري، وايضا حسب المرصد الزلازل يا هايدي. اكيد الله يحمي الجميع يا رشا، واكيد نصبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. يوم جديد ونهار جديد، يا رب يحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. محطات عديده ومتنوعه ضمن صباحنا غير لليوم، نترافق معكم ساعه ونص من الوقت. ان شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دائما المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم. خليكم معنا، رح نطلع لفاصل صغير وبنرجع. وبدايه صباحنا خلونا مثل العاده نروح لاهم التواريخ اللي سجل التاريخ بمثل هذا اليوم ضمن حكايه يوم. عبر الزمن شهد 17 آب على مجموعة من الأحداث شكلت بتتاليها حكايتها اليوم، خلونا نتابعها. بعام 1949 إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني. بعام 1988 مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم الطائرة. بعام 1993 لأول مرة بالتاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. ومن الشخصيات التي أبصرت النور في هذا التاريخ، بعام 1823 دانيال بليس مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأمريكية في بيروت وأول رئيس لها. بعام 1943 روبرت دينيرو ممثل ومخرج ومنتج أمريكي من أصول إيطالية. بعام 1960 شون بين ممثل أمريكي. بعام 1977 تيري هنري لاعب كرة قدم فرنسي. ومن الشخصيات التي غادرت الحياة بمثل هاليوم، بعام 1969 أوتو شترن عالم فيزيائي ألماني حصل على جائزة نوبل بالفيزياء. بعام 1943 فريدريخ الثاني ملك مملكة بروسيا. بعام 1850 خوسيه دي سان مارتين رئيس بيرو. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة اللي عم تكون موجودة دائما ضمن صباحنا غير. خلونا نتابع سوا وبنرجع. هل تعلم بأنه السبانخ تعد أفضل أصناف الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة لأنها مشبعة بالفولات وهو فيتامين أساسي لسلامة الجهاز العصبي وتكون الكريات الحمراء؟ المونة عنصر أساسي بكل بيت ومن المواد المفرزة، فهل تعلم بأن تجميد الأطعمة بيسمح بالحفاظ على مزاياها باستثناء الأوميغا 3 الموجود بالأسماك ويلي بتفقد 30% من محتواها عند التفريز؟ هل تعلم وبحسب دراسات طبية حديثة بأنه التعرض لأشعة الشمس بيعزز جهاز المناعة كما أنه قادر على تحفيز فوق أكسيد الهيدروجين المعروف بماء الأكسجين والذي يعزز الخلايا الليمفاوية في الجسم؟ كثير من الأشخاص يلي بيعانوا من مشكلات بالمفاصل ممكن يبتعدوا عن الرياضة، لكن هل تعلم بأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد الذين يعانون من التهاب المفاصل المزمن بتحسين قدراتهم على أداء الأنشطة اليومية مثل القيادة أو صعود السلالم؟ أخيراً، هل تعلم بأن حبوب اليقطين بتساعدك بالقضاء على القلق؟
وبأول تقاريرنا لليوم تحب الفستق الحلبي يا هايدي؟ أي وأنتي؟ مين ما بيحبه؟ طيب خلينا نروح ضمن أول تقاريرنا لليوم لمهرجان قطاف الفستق الحلبي اللي بعد تقليد سنوي بيعزز أهمية الحفاظ على هذا المحصول. السنة اليوم الفستق الحلبي عم بيكون هو أهم محصول بكل أنحاء العالم، وأصبح قطافه بأرياف حلب مهرجان عم بتقيمه الأماني السورية بالتعاون مع مجلس مدينة حلب ومديرية الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين، حيث يقام هذا العام في قرية أو مدينة عبطين. الفستق الحلبي المعروف في كل أنحاء العالم أصبح قطافه في أرياف حلب مهرجانا تقيمه الأمانة السورية بالتعاون مع مجلس مدينة حلب ومديرية الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين، حيث يقام هذا العام في عبطين. نحن كمجلس مدينة قمنا بهي الفعالية بالتعاون مع الجهات المشاركة، لأنه نحن كمجلس مدينة بغض النظر عن عملنا بالجانب القطاع الخدمي، نحن كمان من أهمية دورنا كمان أنه نحافظ على التراث اللامادي، والفستق الحلبي هو من التراث اللامادي الموروث لمدينة حلب، وصراحة هو عدد من الثروة الوطنية الزراعية اللي موجودة ضمن سوريا خاصة وضمن حلب، لأنه هذا النبات هو النبات شهير عالميا. اليوم الثاني من فعالية جني المحصول شهد احتفالية في منارة الأمانة السورية بحلب القديمة، تضمنت تعريفا بأهمية محصول الفستق وفقرات قدود حلبية بالتزامن مع رسومات فنية قدمها عدد من الفنانين. في تنوع احيائي كبير جدا بسوريا، وخاصة هلأ نحن بالفستق في أكثر من 36 صنف نشأ في حلب، فهذه الأصناف هي الحقيقة تراث وإلى هوية وطنية خاصة إنه هي سورية نشأت في حلب، مثل أصناف الزيتون. يعني عنا أصناف زيتون خاصة بسوريا وخاصة بمنطقة حلب، الصنف القيسي خاص بحلب بطرزه المختلفة، فمفيد جدا توثيق هذا التراث. كيف نوثقه؟ المفروض يكون نرجع نعيد أعمار المجمعات الوراثية اللي دمروها المجموعات الإرهابية. نحن عم نفتخر بوجودنا هون اليوم بهذا المهرجان يلي يعتبر تظاهرة فنية واقتصادية واجتماعية أيضا تعريف وتوثيق التراث اللامادي لمدينة حلب. هلأ كلياتنا بنعرف أنه مدينة حلب شهيرة بموضوع الضيافات، خاصة الضيافات يلي بيدخل فيها الفستق الحلبي كمكون رئيسي. طبعا في عدة أنواع، في أكثر من 25 نوع للضيافات، وخاصة الراحة الحلبية يلي عم نقدمها أو يلي عم بيقدمها دهب الأمين على الطريقة التقليدية والطريقة الأصلية الصحيحة. مهرجان قطاف الفستق بات تقليدا سنويا يعزز أهمية الحفاظ على واحد من أهم المحاصيل في سوريا. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. صباح الخير عن جديد. رح نبدأ بأولى فقراتنا ورح نحكي عن البوابة التعليمية التفاعلية. هي أول منصة تعليمية تستخدم كثير من التقنيات الحديثة بمجال التعليم، وبتساعد بشكل كثير كبير الطلاب من مرحلة الصف السابع لما بعد المرحلة الجامعية. بتساعدهم اليوم ليعرفوا إمكانياتهم وقدراتهم بالمكان المناسب، واليوم وتحديدا هلأ بعد ما ظهرت نتائج التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية، أكيد كل التوفيق لكل حدا حال فوق الحظ وقدر يرفع من علاماته، وأكيد اللي ما قدر يحلفه الحظ أكيد فهو قادر يعوض بالسنة الجاي. لازم اليوم الطلاب يلي نجحوا بالدورة التكميلية رشا أكيد هنون عم يفكروا بالتخصص الجامعي، فيمكن لازم يكون عندهم معرفة عن هي البوابة لأنه هي فعلا رح تساعدهم. وكرمال هيك نحن حبينا نضوي بصباحنا اليوم عن هي البوابة التعليمية اللي عم تقدم خدماتها لطلاب الشهادة الثانوية، وعم بتساعدهم لاختيار التخصص الجامعي المناسب قدراتهم لطموحاتهم وأيضا لعلاماتهم. اليوم رح نضوي على عمل هي البوابة، أهم الخدمات اللي عم تقدمها، من هنون الفئات المستهدفة وشو هي الخطط المستقبلية. وضيوفنا لليوم هي الآنسة آية الكنج، وحضرتها مديرة ومؤسسة البوابة التعليمية. صباح الخير ست آية، أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدي رحب بالأستاذ معاذ الحلبي، وحضرتك المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية. أهلا وسهلا ونورتوا صباحنا، واليوم يعني حضوركم جدا مهم.
معكم بهذا اليوم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم استاذه آية. رح نبدا مع حضرتك اولا بما انك مديره البوابه التعليميه والمؤسسه، خلينا نخبر المشاهدين بدايه نحن شو بنقصد بالبوابه التعليميه كشكل عام، هي كمؤسسه شو بتضم اليوم؟ تمام. هلا البوابة التعليمية بلشنا فيها بال 2010، طبعا هي أول منصة تعليمية أونلاين بتقدم خدمات تفاعلية للطلاب. كان هدفنا هو ربط التكنولوجيا بالتعليم. طبعا الطالب يعني نحاول نغير طريقة الدراسة، مو إنه بس الطالب يدخل ويدرس يقرأ الكتاب، وإنما يكون في شيء خدمات تفاعلية تربط مثل الاختبارات، مثل التقييم الطالب، التقارير، العلامات، كلها تربط بطريقة واحدة. طبعا هذا هالفكرة كانت بهدف دعم الطلاب من كل الجوانب، نفسيا وتربويا ومهنيا وتعليميا. بالتالي نحن البوابة كمنصة هي شاملة لأول شيء كطلاب، عندنا من الطلاب من السابع للبكالوريا وما بعد البكالوريا، يعني مرحلة الإعدادية ثانوية والجامعية، وعندنا كمان نقطة أنه الخدمات هي متنوعة طبعا اللي بتتقدم بناء على شريحة الطلاب اللي يعني مستهدفة أو الكذا. طبعا كان كمان هدفنا يكون في عنا إغناء المحتوى الرقمي العربي، وبالتالي أخذنا على موضوع المحتوى الرقمي العربي موثوقية المعلومة، أخذنا 5 جوائز على مستوى سوريا على مستوى العالم. ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية. أستاذ معاذ، دائما نحن بنعرف المدير التنفيذي بيكون هو مشرف يعني وعنده اطلاع على كل أمور إن كان بالشركات وحد عندكم بالبوابة. خلينا نحكي اليوم عن الإضافات، عن الخدمات اللي عم تقدموها لي الطلاب. مثل ما ذكرت الأستاذة آية، نحن الشريحة المستهدفة للطلاب هو من الصف السابع للمرحلة ما بعد الجامعية. فنحن بنكون مع طلاب المدارس من الصف السابع لصف البكالوريا ضمن تطبيق اسمه تفوق معنا. تفوق معنا بيحوي تقريبا 8 خدمات بتساعد طلاب المدارس لحتى يدرسوا بشكل الكتروني. يعني بحيث يستخدم موبايله بشكل فعال. تفوق معنا الخدمة الأولى الموجودة فيه طبعا هي المناهج الدراسية، بيقدر يحمل المناهج والكتب المدرسية بصيغة PDF على موبايله ليقدر يدرس من خلالها. الخدمة الثانية نحن عندنا موضوع الاختبارات المؤتمتة لكل مادة ضمن كل صف. من صف السابع طبعا للبكالوريا، بحيث الطالب يقدر يعمل تقييم كامل لدراسته. طبعا احنا بناء الاختبارات عاملينها بمبدا داتا بنك، بحيث الطالب كل ما عمل اختبار جديد عم يطلع له اسئله جديده، بالتالي حتى اذا كان في عندنا طالبين او 3 موجودين كل طالب عم يطلع له اسئله عشوائيه مختلفه عن الاسئله الثانيه، بالتالي صار في عندنا اغناء لموضوع الاختبارات. نحن طبعا موضوع الاختبارات كمان مقسم على حسب الدروس، كل درس له اختبار خاص فيه، بعد منها بيكون في عنده على مستوى الوحده، على مستوى المذاكره الاولى، لحتى يعمل اختبار كامل للماده. الخدمه الثالثه الموجوده هي في خدمه التقارير والتقييم الدراسي، لحتى يقدر الطالب يتاكد من دراسته هل هي فيها مشاكل، فيها ضعف في بعض الاماكن، من خلال دراسته على موقع البوابه التعليميه بيقدر بشكل تلقائي بيطلع له تقييم كامل لدراسته. طبعا بالاضافه للفيديوهات التعليميه الموجوده للصفوف التاسع والبكالوريا، بالاضافه لاساسيات التعليم اللي عم نشتغل عليها. هلا نحن حاليا بالوقت الحالي اللي هي مرحله ما بعد البكالوريا، نهتم لاختيار التخصص الجامعي المناسب. بنلاقي اليوم كثير طلاب في عندهم مشاكل، انا شو بدي اختار تخصص؟ هلا شو الاسس اللي لازم اختار على اساسها هذا الاختصاص الجامعي او الفرع الجامعي؟ احنا نعرف اليوم الفرع الواحد ممكن يكون موجود بالعام، بالحكومي، بالخاص، بالمفتوح، بالافتراضي، فصارت عندنا مفاهيم كثيره، فصار لازم نعمل اضاءه للطلاب حول هي المفاهيم. نحن بنكون مع الطالب بالخدمه الاولى اللي هي اختبار تحديد الميول او اختبار تحليل الشخصيه MBTI، هو طبعا اختبار عالمي. خلال هذا الاختبار مقسمين المجتمع ل 16 شخصيه. الطالب بس ليجيب عن هي الاختبارات ضمن هذا الـ MBTI رح تطلع له نمط شخصيته، بالتالي رح يعرف شو الميول المهنية لهي الشخصية، ميوله المهنية والفرع الدراسية الجامعية المناسبة لشخصيته، بالتالي قدر يحدد فرعه الجامعي على أسس علمية. نحن رحنا مع الطالب بمكان ثاني اللي هو اسمه توقع نتيجتك. نحن أخذنا المفاضلات من عام 2010 للسنة الماضية اللي هي 2023، عملنا لها أتمتة معينة دخلناها على الموقع، بالتالي الطالب بيحط اليوم قديش جمع وبيعطيه شو هي الافرع الجامعيه اللي ممكن تطلع له بناء على المفاضلات. فنحن اخذنا جانب علمي وجانب بناء على علاماته، بالتالي الطالب قدراته يعني. تمام. قدر يعمل فلتره للتخصصات اللي ممكن تناسب شخصيته وتناسب ميوله. طبعا الخدمه الثالثه اللي هي موضوع التسلسل الزمني، هو لا هون بيحط الفرع الجامعي وبيعطيه معدل هذا الفرع على مدار ال 14 سنه قديش صار. طبعا بالاضافه لخدمات المقالات اللي هي بتهم التخصصات الجامعيه،
شرح عن أكثر من 60 تخصص موجودين عنا على الموقع بشكل مقالات بالإضافة للفيديوهات اللي بتشرح كمان هي التخصصات. والخدمة الأخيرة اللي هو موضوع دليل اختيار مهنتك. طالب بس ليخلص جامعة أنا شو بدي اشتغل؟ دائما كمان بيكون في عنا فجوة بهذا الموضوع، فخدمة دليل اختيار مهنتك هي بتدله هذا الفرع فيه هي المهنة اللي بتقدر تدرس من خلالها وتقدر تشتغل فيها ما بعد التخصص الجامعي. تمام أستاذة إيه، خلينا نركز على نقطة التخصص الجامعي بما أنه ظهرت نتائج التكميلية وبحاجة اليوم الطلاب يعرفوا يختاروا التخصص الجامعي اللي بيناسبهم بيناسب علاماتهم. ذكرتي قبل الهواء أنه في إيفنتات بمحافظتنا السورية مستقبلك عنا، خبرينا عنه أكثر، إمتى رح يبلش، شو رح يضم، من الفئات اللي حتكون موجودة، خبرينا تفاصيل أكثر. تمام، هلا نحن كونه مثل ما قلت طلعت النتائج والطلاب كلهم بده يعرف كيف يختار تخصص جامعي. نحن طبعا في خدمات موجوده على البوابه تفاعليه موجوده، بيقدر الطالب وين ما كان وباي لحظه انه هو يدخل يستعمل الخدمات اللي ذكر الاستاذ معاذ. طبعا الى جانب هذا الشيء نحن عملنا مثل تعاون مع الجمعيه العلميه المعلوماتيه وحنكون نحن بكل المحافظات السوريه بحيث انه نطلع نعمل مثل ايفنت بتشرح للطالب بشكل اكثر انه مثلا عن كيف يختار التخصص الجامعي، كيف يكتب المفاضله، الورقه المفاضله مثلا كيف بيعبيها، مثلا شو الفرق بين اساسيات التعليم العام والافتراضي والخاص، حتى مثلا كيف يختار التخصص الجامعي بناء على اختبار تحديد الميول MBTI، كله طبعا بناء على معايير عالميه. طبعا هذا موجود حيكون اونلاين حيكون ضمن المحافظات. حنبدا بمحافظه دمشق باذن الله، اللي عندنا ايفنت بهذا الاسبوع الجاي، بعدين حنروح على حمص، حما، طرطوس، اللاذقيه، صافيتا، وحنكون كمان بحلب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هيك يكتب لكم النجاح يعني. استاذ معاذ، خلينا نحكي اليوم وقت اللي عم تروحوا لاقامه ورشه، يعني شو هي اهم الاساسات اللي بتعتمدوا عليها بالورشات اللي عم تشتغلوا عليها؟ بدايه نعمل اضاءه للطلاب حول خدمات البوابه ليقدروا يستفادوا منها، بالتالي في عندنا العنوان الرئيسي اللي هو كيف نحن بندمج التكنولوجيا بالتعليم وكيف نقدر نستفاد منها. فنحن بدايه بنستعرض خدمات البوابه، كيف الطالب يقدر يستفاد، نشرح اختبار تحديد الميول. خلال المحاضرة ممكن نعمل محاضرة مستقلة عن اختبار تحديد الميول، الطالب بنهاية هذه المحاضرة عرف شخصيته، بالتالي عرف الأفرع الجامعية اللي بتناسبه، وهي أهم خطوة بالنسبة لطالب بكالوريا. المحاضرة الثانية اللي عادة بتكون عم نحكي عن كيفية ترتيب رغبات المفاضلة، نعرف نحن المفاضلة كل سنة بيكون في إلها تعديلات تطويرات. صحيح. أحيانا موضوع منح الجامعات الخاصة، فنحن كمان نعمل إضاءات كاملة حول هي المفاضلة للسنة الجديدة. طبعا المحاضرة الثالثة عم تكون عن أنواع التعليم، نحن بنعرف يعني حكومي وخاص ومفتوح وافتراضي، كل واحد له شروطه وكل واحد له أفرع جامعية أحيانا مو موجودة بفرع ثاني. صحيح. والطلاب ما عنده كامل الوعي تجاه هذا الموضوع، فنحن حاولنا نجمع هي الأمور كلها ضمن هي المحاضرة. طبعا بالإضافة لممكن نعمل معرض تخصصات بسيط للأساسيات الأفرع الجامعية، مثلا الهندسات، الاقتصاد، لنحكي عن هي الفروع الجامعية كم سنة، شو المواد اللي تدرس من خلالها، وبنهاية هذا الفرع شو ممكن نشتغل، كما ممكن نخبر الطالب بشكل مباشر. تمام ست آية، يعني اليوم أي مشروع أو أي عمل هو بحاجة لدعم كتير كبير حتى ينجح. إذا نحكي عن البوابة التعليمية التفاعلية، مين كان الدعم لهي البوابة أو هالمنصة من بدايتها، وقد هي فعلا بحاجة لدعم، وقد عم تشبك اليوم مع جهات معينة كرمال تقدم كل الفائدة للطلاب؟ طبعا مثل ما قلتي اي مشروع ريادي بده دعم. تمام. الاخير المهم انه الانسان يؤمن بالفكره وبيلاقي كثير دعم. هلا طبعا نحن شبكنا مع كثير جهات، يعني مع الجامعات، مع المدارس، مع المعاهد، حتى مع الشركات الخاصه، في كثير جهات بس بدها تدعم. نحن لانه وقت بلشنا بالبوابه بلشنا بشيء اسمه موثوقيه المعلومه، يعني موضوع الموثوقيه هي بالنسبه لنا هي اهم شيء. طبعا كنا نروح على جهات نعمل مثل تبادل خدمات. نعم. يعني انه مثلا اي معهد بيقدم مثلا اللغه الانجليزيه بطريقه كثير بروفيشنال، نعمل معه عقد انه انت حتنزل لك اياهم على البوابه، انت حت، بالتالي انه في دائما في بيكون تبادل خدمات بشكل مجاني ومثل تشبيك بيننا وبين الجامعات والشركات، حتى الشركات الخاصه كمان شبكنا معها كانت تقدم هدايا، يعني تحفيزيه تمام. هذا الاختبار تفوق معنا الموبايل ابلكيشن، الطالب بيدخل بيعمل اختبارات، وكمان اخر شيء
بياخذ هدايا. طبعا اللي بتقدمه هي الشركات الخاصه. معناتها اليوم ست آية من خلال جوابك انه اليوم في كان تشبيك وتم تقديم خدمات. نحن هون استاذ معاذ كوننا الكادر المشرف على البوابه، واليوم الكادر المفروض يكون متخصص بجميع المواد. في عندنا اقسام كثيره، كون نحن عم نحكي اونلاين، في قسم للاستفسارات، قسم معلوماتيه. خبرنا اكثر عن الكادر المشرف على البوابه. لا، بدايه طبعا موجود كاشراف تنفيذي، عم نكون مسؤولين تقريبا عن كامل. تحت منا بيكون غالبا في عنا كادر تعليمي، هو مسؤول عن المناهج الدراسية، عن الاختبارات، عن تدقيق الفيديوهات. طبعا احنا اي فيديو او اي اختبار ممكن ينزل تفوق معنا وبده يكون مدقق من استاذ غير الاستاذ اللي وضعه اول مرة، يعني احنا مشان نكون عنا موثوقية ومصداقية للطلاب. حتى طبعا عندنا كادر تطوعي، هن شباب وصبايا عم بيكونوا معنا بيساعدونا بموضوع الاختبارات، بموضوع الايفنتات، لحتى نقوم بهذا العمل بشكل كامل. اكيد بالاضافه للكادر التقني الموجود على مدار ال 24. تمام ست آية، يعني هي البوابه او هي المنصه انطلقت بعام 2010. كان في تاثير لظروف الحرب اليوم على هي البوابه؟ وقفتوا العمل لفتره معينه ام كنتوا مستمرين اليوم لحتى تقدموا كل الفائده للطلاب؟ خبرينا اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. لا بالعكس تماما، ابدا ما وقفنا، بالعكس تعاملنا مع ظروف الحرب وطلع عنا خدمات يعني تدعم الطالب ضمن ظروف الحرب. مثلا بدايه الطالب مثلا بالفتره الحرب كان مثلا ما يقدر يوصل لكتاب او منهاج او كذا، نحن امننا كل الكتب كانت اونلاين ضمن تفوق معنا. بيدخل الطالب بيدرس وبينزل الكتب بشكل كله مجاني طبعا. بعدين مثلا صار عندنا فكرة مثلا فاقد التعليمي، حاولنا نعمل كمان تعاون مع اليو ان وعملنا كل شيء أساسيات التعليم بشكل فيديوهات مسجلة طبعا من أفضل الأساتذة، بحيث أن الطالب صار فيه أي فاقد تعليمي خلال سنوات الحرب اللي راحت عليه، بمجرد ما دخل وحضر هذول الفيديوهات طبعا بشكل مجاني كان عم يرمم هذا الشيء، هذا الفاقد. حتى اليوم ست آية، يعني وقت ظروف كورونا كانت هي حاجة ضرورية، يعني تمام. وجود هي البوابة. قبل ما ننتقل عندك استاذ معاذ، لفت نظري حكيت كلمة ست آية انه هي مؤسسة وصاحبة هي الفكرة، واليوم هي الفكرة انولدت لحاجة معينة. خلينا نحكي عن هي النقطة. هي طبعا نحن من 2010 يعني كان عندنا رؤية انه في حاجة انه يكون التعليم مو هيك جامد، يعني سبب بس ظروف الحرب او لا؟ لا لا، هو بلشت من 2010 الحقيقة. انا كان الفكرة انه انا كنت عم بعمل ماجستير وحاولت لاقي مثلا مثل مواقع تعطي باللغة العربية، كلها كانت بالانجليزي. لقيت انه في عندنا شيء اسمه ضعف بالمحتوى الرقمي العربي، وبالتالي طلعت الفكره انه ليه ما احنا ما نعمل بوابه تعليميه تدعم الطلاب يكون باللغه العربيه كونها هي لغتنا الام. وبلشت، وبعدين اجت ظروف الحرب وصارت تتطور البوابه بما يتناسب مع ظروف الحرب، طلع الخدمات اللي هي بتناسب الطالب وتدعم الطالب. انتم هيئينها يعني، وكانه سبحان الله يعني، سبحان الله يعني على فترة صعبة. واجت فترة كورونا كمان زادت أهمية المنصة، انه طالب ما عاد يقدر يطلع الدروس الخصوصية، صارت كمان ما عاد يقدر اصلا ياخذ. حتى بفترة الكارثة الطبيعية بشباط بالزلزال تم انقطاع كثير للطلاب يعني، تمام. فكانت ايضا كانت موجودة لتقدم هي الخدمات، تمام. لذلك نحن يعني من 2010 الفكرة موجودة وكان في حاجه الحقيقه، حاجه مثل ما بيقول السوق، او حاجه للطلاب لدعم الطلاب بشيء اونلاين. اكيد اهم شيء الاستمراريه اليوم رغم كل الظروف. فاستاذ معاذ، خلينا نعرف من حضرتك اكثر عن الكوادر التعليميه والتخصصيه الموجوده اليوم ضمن البوابه التعليميه. على اي اساس بيتم اختيار الكادر الموجود؟ تمام. هلا اول شيء نحن الكادر في عندنا كادر اساسي موجود، هو معتمد بشكل كامل، هو اللي ممكن يكون عملية التقييم من خلاله. هو طبعا أساتذة على مستوى كتير رفيع، حاصلة على شهادات متخصصة بكل مادة هو بيعطيها. نحن بالإضافة لهذا، نحن لما منصور فيديو معين أو نجري اختبار معين، هذا الفيديو بيتم تدقيقه تقريبا من 3 أساتذة حتى نحن نكون متأكدين من هذا المحتوى. بعد المونتاج، حتى بعد عملية المونتاج كمان بيتم تدقيقه مرة ثانية حتى ما يكون في عنا أي خلل أو أي مشكلة خلال عملية التصوير أو خلال عملية المنتج. بالتالي
بكل ماده تقريبا عندنا اربع كوادر. في عندنا كادر اساسي هو الموجود وثلاثه ممكن بعده يكون مسؤولين عن عمليه تدقيق هي الاختبارات وهي الداتا الموجوده. هي المسيره الطويله من التدقيق كرمال الثقه بينكم وبين الطلاب اللي عم يستقبلوا هي المعلومات ايضا هي متعبه، واكيد اليوم في صعوبات وفي ضريبه لهذا النجاح. نحكي يعني حتى ست آية او استاذ معاذ، نحكي بشكل عام يعني شو اهم الصعوبات اللي ممكن تعترض طريقكم، كيف عم تقدروا تتجاوزوها؟ هلا طبعا في طبعا كثير صعوبات، بس يعني بالاخير برجع بقول لك بكون في ايمان بالفكره، ايمان بنجاح الفكره. ممكن انه نحن دائما نحن عندنا الحقيقه خطه للعمل، وهي الحقيقه بنحاول نتجاوز المشكله قبل اصلا ما تجي المشكله. مجرد ما يكون عندي خطه عمل لمده سنه، احنا كل اول سنه فصل دراسي بنعمل خطه عمل كامله، مجرد ما كان عندنا شيء منظم والرؤيه تبعنا واضحه، بالتالي بيصير في عندنا تجاوز لكثير عقبات قبل ما توصل. تمام، انتقل عندك استاذ معاذ. يعني ست آية خبرتنا انه حصلتوا على 5 جوائز اليوم، قد ايه مهمه هي الجوائز لكم؟ قد ايه بتضيف لكم اليوم ضمن المنصه وبتعطي يمكن ثقه اكثر لكم وبيعملكم؟ خبرنا عنكم اكثر. اول شيء نحن حصلنا بعام 2010 على جائزة سيا على مستوى الوطن العربي من بين 200 مشروع، كان طبعا البوابة التعليمية هو المشروع الأول الرابع. حصلنا بعدها على 4 جوائز بموضوع أفضل خطة عمل، بأفضل مشروع تنموي، بأفضل تطبيق موبايل، كونه البوابة التعليمية عندها 2 أبليكيشن، بوابة تعليمية وتفوق معنا. بالتالي الحمد لله هذا الموضوع أثر كتير إيجابا وصار في وصول للطلاب أكبر، وأثر حتى بموضوع الأساتذة والكادر التعليمي. بالعكس اليوم الأستاذ صار هو بيرغب هي منصة موثوق فيها عربيا عالميا، بالتالي لا الأستاذ هو نفسه صار في عنده رغبة لحتى يطور العمل بالتعاون معنا. قد ايه اليوم ما حلو هذا النجاح وهذا التكريم وكان حافز لكم للاستمراريه؟ قلتي دائما نحن بنحط خطط سنويه، ولكن نحن بحاجه احيانا لخطط اسعافيه بسبب الظروف اللي بتكون خارج اراده عملكم. يعني حكينا على الايفنتات والمحافظات، هل في شيء اضافات جديده بالخطط المستقبليه؟ اكيد. هلا نحن الحقيقه هلا ثوره الاي اي اللي طالعه حيكون في كثير اضافه على البوابه بموضوع الاي اي، الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. يعني ما بتخافوا اليوم ست آية يعني من هي التقنيه؟ يعني هي قد ما انا ايجابيه، ولكن لا بالعكس حتكون هي تمام اذا قدرنا نحن نستعملها بطريقه صح. بالعكس هي بتعطي تطوير ودعم كثير كبير للطالب، يعني بالمجال التعليمي بالذات، يعني تدعمه كثير للطالب. ان شاء الله هو هذا ان شاء الله هذا عم نشتغل عليه، وحيكون باذن الله قفزه للبوابه بنقطة الـ AI. قبلة السنة خلينا. قبلة السنة يعني. إن شاء الله. الحقيقة ما كنا حابين نحكي فيها، بس يعني. بس يعني. الأخبارية اليوم. تمام. أكيد بالختام يعني شكرا لكم ولوجودكم معنا. كنتوا معنا الأستاذة آية كنج مديرة البوابة التعليمية، والأستاذ معاذ حلبي المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية. شكرا لكم ولوجودكم معنا وكل التوفيق لكم، وأكيد لكل الموجودين ضمن البوابة التعليمية. شكرا لحضوركم، موفقين بهذا العمل الإنساني التربوي خلينا نقول، وبالتوفيق أكيد لكل طلابنا. إن شاء الله نشوف هيك خططكم كلها تبصر النور قريبا. شكرا لكم. شكرا. احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ومثل ما تعودنا كل نهار سبت نروح للأستاذ حسان الجردي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الأسبوع كونه نحن ببداية الأسبوع. أستاذ حسان صباح الخير، سعد صباحك. صباح الخيرات، سعد صباحك. يا هلا. يا هلا. خبرنا اليوم أستاذ حسان، يعني اليوم أخبار كثير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تخوف من الناس، خبرنا كيف حيكون الوضع ضمن الأسبوع القادم. تكرم عينك. بالنسبة للحالة الجوية خلال 24 ساعة القادمة وفكرة عن حالة فقط خلال هيدا الأسبوع، هلأ بشكل عام عم تبقى البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي الصيفي اللي عم يترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا. الأجواء الصيفية العادية بتضل هي سيدة الموقف لليوم، وعلى الرغم من أنه درجات الحرارة راح تميل للارتفاع من اليوم بأغلب المناطق والارتفاع راح يكون طفيف، بس تضل درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. الأجواء الصيفية العادية الصحوة بشكل عام هي سيدة الموقف إلى اليوم، إلى أجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الساحلية والأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، مع فرصة خفيفة لهطل الزحقات محلية ضعيفة من المطر، عشوائية الحدوث بالمنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. الأجواء السديمية المغبرة تبقى مستمرة وموجودة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
هلأ من نهار بكرة حتى نهاية الأسبوع رح تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي ومستمر لحتى تكون أعلى من معدلات نهار بكرة بنحو 2-4 درجات مئوية بمختلف المناطق والمدن السورية، والأجواء رح تكون حارة نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وأجواء حارة وشديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. لذروة الارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة الارتفاع اللي بده يكون بشكل تدريجي ومستمر وبيضل معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع، تكون بالنسبة للعاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية نهار بكرة وبعد بكرة بتبلغ على درجة ارتفاع، وبتضل درجات الحرارة بهيدا الحد أيام الثلاثاء والأربعاء، ما في تغيير عليها درجات الحرارة، ولكن لن تتجاوز الحرارة بالعاصمة دمشق 39 درجة. هلأ المعدل لإلى خلال هيدا الأيام بشهر آب 36، يعني رغم الارتفاع اللي بدنا نعيشه خلال هيدي الفترة والحرارات اللي بدها ترتفع بشكل تدريجي ما تتجاوز درجات الحرارة بالعاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية 39 درجة، في حين ممكن تصل لل 44 وال 45 درجة بالمناطق الشرقية وبالجزيرة وبأجزاء من الشمال الشرقي. هلأ نهاية الأسبوع من منتصف الأسبوع حتى نهايته راح تكون بشكل عام أجواء حارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة وأجواء سليمية مغبرة وشديدة الحرارة بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية بالشمال الشرقي. الرياح بشكل عام عم تكون غربية جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 55 كيلومتر بالساعة. الهبات نشاط فيها عم يكون على فترات تحديدا خلال ساعات بعض الظهر والمساء، بتصير الغبار بالمناطق الداخلية وأكثر المناطق عم يكون فيها نشاط بالهبات الشرقية الوسطى الجنوبية أجزاء من الشمال الغربي والمرتفعات الساحلية. هلا بالليل بشكل عام عم تكون الأجواء معتدلة وعم تكون الأجواء لطيفة وأكثر انتعاشا بالمرتفعات الجنوبية بالمرتفعات الساحلية خصوصا مع توفر عنصر الرطوبة العالي والرياح الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والمرتفعات الساحلية. البحر عم يبقى خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 28 درجة مئوية، يعني التغيرات طفيفة على الحالة الجوية خلال هيدا الأسبوع، والتغير فقط عم يكون بعنصر درجة الحرارة. بشكل عام الحرارات رح تكون أعلى من المعدل خلال هيدا الأسبوع اعتبارا من نهار بكرة نهايته، الماكسيمو رح يكون إلى أعلى درجات حرارة بين 3-5 درجات مئوية، والزهر تختلف من منطقة إلى أخرى. العاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية رح تكون ذروة الارتفاع فيها نهار الأحد الاثنين، بينما المناطق الشرقية الجزيرة الشمال الشرقي ذروة الارتفاع رح يكون نهار الثلاثاء والأربعاء. هلا دائما خلال هيدي الفترة وبالأجواء الحارة وفصل الصيف ومركزية فصل الصيف يبقى التركيز الأهم بالنسبة للتحذيرات والنصائح خلال فصل الصيف بشكل اعتيادي على إشعال النار في الغابات في المناطق الحراجية بالأراضي الزراعية، والانتباه قدر الإمكان إلى هيدا الموضوع عند حدوث أي حريق لا قدر الله، الاتصال بالجهات المختصة مباشرة، عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروة. أكثر الفئات العمرية تأثرا بالحرارة وارتفاع الحرارة هو كبار السن والأطفال، وشرب كميات كافية من المياه إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بالأجواء السليمية المغبرة بالرطوبة العالية، اتخاذ أساليب الحيطة والحجر. هل الرطوبة العالية رح تكون موجودة بالمناطق الساحلية بالأجزاء الغربية من البلاد وممكن تصل ل 90% ببعض الأحيان، بينما عم تكون أقل ما يمكن بالأجزاء الشرقية من القطر، وهذه الرطوبة عم يكون لها تأثير كتير كبير خلال النهار عم يخلينا نشعر بدرجات حرارة أكثر مما هي بالواقع، بينما خلال ساعات الليل عم تكون الرطوبة إلى دور إيجابي تحديدا مع الرياح الغربية، وعم يكون إلى دور تجعل الأجواء معتدلة وأكثر لطافة وانتعاشا، بينما درجات الحرارة المتوقعة لليوم بدءا من العاصمة دمشق 37-22 القنيطرة، 30-21 القلمون المرتفعات الجبلية، 29-21 درعا، 35-22 السويداء، 31-21 المنطقة الوسطى حمص، 32-22 حماس، 37-22 منطقة الجزيرة، محافظة الحسكة، 41-27 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 30-27 بالشمال حلب، 38-24 إدلب، 35-23 دير الزور رقة البوكمال المنطقة الشرقية، 42-28 بالبادية السورية مدينة تدمر، 38 عم تنخفض خلال ساعات التبريد الأعظمي مع ساعات الصباح الباكر إلى 25 درجة مئوية. هيدا كل شيء بالنسبة للأحوال الجوية، نتمنى السلامة والأمان للجميع.
أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان الجردي لأنه دايما بتوافينا بالمعلومات والتفاصيل المهمة عن أحوال الطقس بمحافظتنا السورية. مكملين معكم ورح ننتقل لتاني تقاريرنا لليوم، وتكريسا لقيمة التفوق أقامت جامعة ألباس حفل تكريم الخريجين الأوائل في كليات الجامعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدرج الكبير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. تكريسا لقيمة التفوق أقامت جامعة البعث حفل تكريم الخريجين الأوائل في كليات الجامعة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على المدرج الكبير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. العملية التعليمية اليوم لحظة هذا التخرج نتيجة تفوقهم ونجاحهم له ميزة خاصة، وبالتالي أنا باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبارك لأبنائنا الخريجين نجاحهم وتخرجهم، وأيضا أبارك لجامعة البعث تخريج هذه الباقة، وأشكر جميع الجهود التي بذلت خلال دراستهم وتحصيلهم العلمي. تخريج كوكبة جديدة من أبنائنا الطلبة الخريجين اللي منعتز فيهم واللي راح يرفضوا سوق العمل، وهذا بحقه شعارة الجامعة بالمجتمع. مبارك لهم، هدول أوائل الخريجين اللي معولين عليهم بناء سوريا الحضارة. المكرمون أشاروا إلى أن تفوقهم جاء ثمرة جهد ومثابرة، موجهين الشكر إلى كل من ساهم في تحصيلهم العلمي وتفوقهم. التفوق هو الهدف اللي كنت عم اسعى له من اول ما فتت على الكليه، هو نتاج تعبي خلال الخمس سنين. الحمد لله الله قدرني انه اوصل لهي المرحله، وبشكر اساتذتي اللي ساعدوني لاوصل لهون، واكيد بهدي هذا التفوق لاهلي. هلا اولا التفوق بيتحقق بالاصرار، وبيكون الشخص قادر انه يحط اهدافه قدامه ويسعى لهم دائما. ومبسوطين بهالانجاز الحلو اللي حققناه، واكيد عم نتطلع على مستقبل افضل، وكل الشكر لرئاسه الجامعه بنهدي هالنجاح الوطن ولقائد الوطن، وبهدي النجاح لأهله. فخور بهذا التفوق وهذا التميز والنجاح، بهدي تفوق لأهله لوطن الحبيب سوريا. بتمنى من الطلاب كلهم يجدوا ويجتهدوا، لأن الطريق العلم كتير حلو ممتع، ولابد من الصبر على تحقيق الأهداف. يأتي التكريم في إطار تحفيز الخريجين على التميز والإبداع عبر مواصلة مسيرة العلم في الدراسات العليا والبحث العلمي، وتوظيف علمهم في بناء وطنهم سوريا. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. أما هلأ رح نروح لفقرتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن حالة للأسف منتشرة بشكل كتير كبير، ورح نحكي عن أورام المثانة. هي الخلايا للأسف تكون سرطانية وبتصيب بطانة المثانة، وهي منتشرة بشكل كتير شائع، وحسب دراسات عالمية هي ثاني أشيع خلينا نقول نوع من أنواع السرطانات، وعم تكون سبب قوي جدا للوفيات. ومثل ما تعودنا دائما مرض السرطان نحن بنقول عنه المرض الصامت، وأيضا اليوم أورام المثانة تعد من الأمراض الصامتة، يعني اليوم المريض اللي بينصاب بهذا الورم ما عنده أي مؤشرات ممكن تخليه يروح لعند الدكتور يراجع أنه عم يعاني منه، إلا في حالة خطرة أنه بلشت الأعراض تظهر بشكل كتير واضح، ولكن بيكون هو قاطع يمكن سنوات بهذا الورم. أكيد دايرة شاء، أول شيء بدنا نقوله الله يبعد هذا المرض عن كل المشاهدين وكل الناس. وتعودنا دايما مشاهدينا ضمن فقرتنا الطبية نعطي نصائح عن المواضيع اللي بنحكي فيها. رح نحكي عن سرطان المثانة، هو من السرطانات الأكثر شيوعا نسمع عند الرجال بأي عمر معين، وغالبا بيكون عند كبار السن. شو هي أنواع هذا السرطان، وشو هي الأعراض والأسباب وطرق العلاج، تفاصيل طبية رح يخبرنا عن ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور معتصم بالله موسى، اختصاصي أمراض بولية وتناسلية. صباح الخير. صباح جميع المشاهدين. صباح خير حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم عم نحكي عن حالة شائعة، وحضرتك كنا عم نقول إنه هي عالميا لنسب كتير كبيرة. بداية مثل عادة خلينا نروح للتعريف الطبي والعلمي لهي الأورام. هلأ بشكل عام هي كلمة ورم هي تطور غير طبيعي لخلايا جسم. إحنا بالجسم في خلايا بالجلد، في خلايا بالمعدة، في خلايا بالمثانة، فبس يصير في تطور غير طبيعي، تطور غير نموذجي بشكل ورم. ورم المثانة بيصيب مخاطية المثانة،
وللأسف المثاني هي خزان بول. نعم. في التجميع المواد التي يطرحها الجسم في المثاني يكون هي لها نصيب الأكبر بسبب السرطان. سرطان المثاني مثل ما حكينا هو ثاني أشيع سبب بيصيب السرطان الجهاز البولي تمام بعد سرطان البروستات وهو خامس سبب للوفاة في علم السرطانات. يصيب جميع الأعمار والذروة هو الأعمار المتقدمة بين 60 وبين 70 سنة تمام، ويكون مثل ما حكينا صامت أي يأتي بدون أعراض. العرض المبكر اللي بيكتشف فيه هو البيلة الدموية للأسف اللي أغلب المرضى بيطنش هذا العرض. يعني ما بيجي على شكل ألم على شكل شكوى. بيكون له سنوات دكتور أو بيكون له سنوات ومتطور. تمام. يعني دكتور ذكرت خلال كلامك إنه هو سرطان خطير وممكن يصيب أي فئة عمرية اليوم. طيب شو السبب اليوم اللي بيخلي الشخص يصير عنده سرطان المثاني أو أورام المثاني؟ خبرنا. مثل ما حكينا سرطان المثاني هو ناجم عن تعرض للمواد الكيماوية اللي هي أشعة تعرض لأصبغة الأنيلين هاي اللي بنشتغل فيها بمواد صناعة المطاط بصناعة الدهانات، تعرض للفحم الحجري. يعني هي مواد كيماوية بتعرض لها الإنسان بتؤدي لسرطان المثاني. أما السبب الأشيع اللي منتشر في مجتمعنا هو التدخين. التدخين أثبت أنه هو السبب الأساسي لحصول سرطان المثاني. في عندنا أسباب أخرى كتعاطي المسكنات بشكل غير مضبوط. أحيانا في مسكنات المرضى بيأخذوا مسكنات بشكل غير طبيعي بيؤدي لسرطان المثاني. الالتهابات المزمنة، التهابات المزمنة في المثاني غير معالجة بشكل صحيح تؤدي لسرطان المثاني. فهاي هي الأسباب الرئيسية لسرطانات المثاني. طيب دكتور ذكرت خلينا نقول عرض من أعراض هاي الأورام وقلت إنه بيكون في دم بالتبول. ونحن كالعادة دائما بنروح لأي حالة بحالة إسعافية، يعني لأي مرض كان، يعني بنتأخر ودائما نحن بننوه إنه دائما الوقاية والكشف المبكر هو عم يكون الأساس الأول بالشفاء. خلينا نذكر ايضا اعراض لهذا الورم. مثل ما حكينا هي البيلة الدموية او الدم في البول هو العرض الاساسي لسرطان المثاني، لكن ما يميزه هذا العرض انه غير مؤلم تمييزا عن التهابات المثاني عن حصيات الجهاز البولي. بيكون في الم اثناء القولنج وبيكون في بيلة دموية. اما في سرطان المثاني غير مؤلمة نهائيا، تكون على شكل خثرات. طبعا ممكن في احيان قليله جدا ان يكون في عسر التبويل، صعوبه التبويل، تنقيط بالتبويل بيكون هي احد الاعراض. اما العرض الرئيسي هو البيله الدمويه غير مؤلمه. الكشف فضل. نحن طبعا اي مريض بيجي بهيك حاله فورا لازم مثل ما بيحكي نحن ندق ناقوس الخطر. بيله دمويه عند رجال مسنين او عند اعمار مسنه، نبلش بالطلب تحليل بول، اجراء ايكو، وهي يعني اجراءات بسيطه وبتقطع شوط في العلاج وشوط في التشخيص. تمام. ذكرت نقطه التشخيص، خلينا نحكي عن اليه التشخيص اليوم. انتم كاطباء كيف بتشخصوا هذا المرض او اورام المثاني؟ خبرنا. تمام. مثل ما حكينا مجرد اجى مريض في شكوى بيله دمويه التشخيص الاول هو فحص بول، هو اجراء بسيط جدا. يليه اجراء الايكو. الايكو تمام يكشف لنا تشكل كتلي ضمن المثاني. هذا التشكل الكتلي هو التشخيص لورم المثاني، لكن غير تشخيص، يعني ما هو تشخيص هو قطعي. التشخيص القطعي هو تنظير المثاني عن طريق منظار يدخل عبر الاحليل بيبين لنا الورم المثاني. هو تنظير، هو تشخيصي وبنفس الوقت علاجي. يعني احنا مجرد شفنا هذا الورم في عندنا جهاز مخثر كهربائي بنستأصل الورم عن طريقه. تمام. في حالات متقدمة إذا شفنا الورم بالإيكو كبير جدا نعمل طبقي محوري مع حقن مادي ظليلي منشان نشوف إذا الورم منتشر. طيب اليوم بروتوكول العلاج وانتشار هذا المرض، يعني هل اليوم ممكن يأثر على باقي أعضاء الجسم؟ ممكن ينتشر من المثاني ليروح لأعضاء أخرى داخل الجسم؟ مثل ما حكينا الورم المثاني هو ورم خبيث ما بيستقر فقط في المثاني، بتجاوز عضلة المثاني وبتجاوز مصلية المثاني وبيطلع لبرا الجسم باتجاه الكبد، باتجاه الرئتين، باتجاه العظام. فهو ورم خبيث بكل معنى الكلمة. هون صعب السيطرة عليه بس تم الانتشار. بس يعني انتشر بعد ما طلع من المثاني، هون بكون الأمل كتير كتير ضعيف في العلاج، رغم إنه ورم المثاني في المرحلة المبكرة ورم شافي. يعني هو السرطانات الشافي تماما. كيف علاجه دكتور؟ هلا مجرد ما نحن اكتشفنا الورم
وأجرينا التجريف عن طريق المخصر الكهربائي. هاي الأنسجة بنبعثها للتشريح المرضي، بيحللون الأنسجة طبعا لنوع الأنسجة اللي بيطلع المشرح المرضي، بيعطينا شو نوع الورم ودرجة الورم ومرحلة الورم. في حال كان درجته خفيفة فنحن الحمد لله بأمر طبيعي وجيد، متابع العلاج عن طريق تنظير مراقبة للمثانة. في حال درجة متقدمة بيكون بعده ما تجاوز عضلية المثانة، في مادة كيماوية بنحقنها ضمن المثانة بتقضي كمان على الورم، تمنع من النكس وإعادة الورم. في حال لا سمح الله كان واصل لعضلية المثانة، هون استئصال المثانة بشكل كامل. هلا ممكن حدا يعني يخطر بباله انه استئصلنا المثانة كيف بده يبول المريض؟ اكيد في اليوم طبيا يعني عندنا نحن بنستئصل المثانة ونعمل مثانة جديدة عن طريق الامعاء الدقيقة وبنحولها خاصرة بجوز دكتور. تمام يعني اذا كان الورم منتشر باتجاه الاحليل فالبول راح يكون على الخاصرة، واذا كان غير منتشر بيكون بيرجع لمكانه الطبيعي. تمام دكتور معتصم، يعني ذكرت انه الاعراض ممكن تكون صامته اليوم لاورام المثانه والاسباب ربما تكون غير معروفه للشخص المصاب بسرطان او اورام المثانه. في حال الشخص فعلا هو ما انتبه لهي الاعراض او هي الاسباب وما عرف انه عنده سرطان المثانه، شو هي المضاعفات او الاثار الجانبيه السلبيه اللي ممكن تصيب المريض بهي الحاله؟ تمام، في حال اهمال الاعراض واهمال المرض بشكل عام، البيلة الدموية بشكل متكرر راح تكون، راح تؤدي إلى فقر دم. انتشار الورم باتجاه الحالبين راح يسبب قصور كلوي لأنه راح يسد الحالبين. انتشار الورم لخارج الجسم راح يعمل مضاعفات عبارة عن قصور أجهزة متعدد. هاي كلها بتؤدي إلى ضعف المريض ووصوله لمرحلة لا سمح الله هي الموت، وسوء التصرف من المريض بيؤدي إلى ضعف الطبيب بإحداث العلاج. وهذا الشيء دائما نحن بنشهده حكيم، يعني مثل ما قلنا بعدة حالات عدم الوقاية عدم الكشف المبكر. اليوم هون دوركم لحتى تعملوا ورشات توعية، تعملوا اليوم الفيسبوك يعني هو منصة إعلامية كاملة قادرين من خلالها أنكم تطلعوا أونلاين وتحكوا اليوم عن المضاعفات وعن هذا المرض. هل اليوم عندكم ورشات بتشتغلوا عليها بهاي النقطة يعني؟ تماما، هلأ في أوروبا في شيء اسمه مسح استقصائي. نعم. يعني أي مريض فوق 50 سنة ممكن نجري له تحليل معين لكشف سرطان البروستات اللي هو البي اس اي. مريض المثانة نحن يعني هاي من المنبر هذا نقول أي مريض فوق 50 سنة يفضل إجراء إيكو للجهاز البولي، في حال كشف مبكرا نحن بنضمن له إن شاء الله العلاج الشافي للمرض. فمثل ما حكيت هي المنصات الاجتماعية ضرورية جدا للتوعية. نعم. الوعي كثير قليل نحن بموضوع الاورام وفي خوف منها، كلمه ورم هي عباره عن خوف بالنسبه لنا. نحن عدم نحن ذكرنا للمرض بنقول هذاك المرض، هذاك المرض. يعني هذا الهروب لحاله مشكله ونحن حافظينه، نحن بدون يعني بدون ما نوعى شيء ليش نحن عم نقولها. يعني اليوم مجرد انك انت تعترف فيه وتتحدى فانت اليوم دائما بيقولوا الحاله النفسيه هي اول علاجات الشخص. اكيد اكيد، وما ورب العالمين وقت خلق المرض خلق له له علاج. نحن وقت نضعف للمريض نضعف للمرض نحن عم نلقي انفسنا في التهلكه يعني. فالمرض بمراحل المبكره بيتعالج وبيشفى شفاء تمام، مثل الاورام الثدي، مثل اورام كثير بتشفى شفاء تام. فهو المسح المبكر والتوعيه بهذا المرض وتبيان شو هي اعراضه راح يكون ان شاء الله شافي ودليل المريض في حال حدوثه. طيب اذا بدنا نرجع للعلاج، هل هو اليوم بيناسب كل يعني الاشخاص كل الحالات ان كان لكبار السن او الصغار ام لا؟ بيفرق اليوم العلاج يعني حسب درجه الورم؟ تمام. حسب حاله الشخص وامتى احنا فعلا ممكن نلجا لاستئصال الورم؟ شو هي الحاله الشديده اللي بتستدعينا انه احنا نلجا لها؟ تمام، نحن ذكرنا انه وقت من الورم بنشخصه عن طريق التشريح المرضي او تحليل الانسجه بيبين لنا درجه الورم ومرحله الورم. مرحله الورم شو هي؟ يعني الورم منتقل من مخاطيه المثانه لعضريه المثانه لخارج المثانه. ودرجه الورم انه ورم سيء تمايز، هذا المشرح المرضي بيكتب لنا اياها، او جيد التمايز. كل هذا له دور باتباع العلاج المناسب. طبعا في حال مرحله متقدمه فنحن مع استئصال المثانه اكيد. في حال مرحلة مبكرة نحن مع تجريف عن طريق المخصر الكهربائي، يعني إجراء غير راد عن طريق تنظير المثانة ومتابعة بعلاج كيماوي ضمن المثانة، وليس مثل ما بنقول كمان بنخاف من موضوع علاج كيماوي بده ياخذ جرعات.
نحن ما في جرعات عن طريق الوريد أو جرعات بهر الشعر، لا هو عن طريق المثانة. فهذه المرحلة هي مرحلة شافية بإذن الله. متقدمة هي المرحلة اللي بدها استئصال مثانة وتجريف عقد لمفاوية داخل الجسم ومتابعة بالجرعات الكيماوية والشعاعية. طيب حكيم، يعني وقت اللي بتكون الحالة لا تستدعي استئصال المثانة وبيتم السيطرة على هذا الورم من خلال العلاج اللي ذكرته حضرتك، هل في احتمال انه يرجع مرة تانية يتكون خلايا جديدة؟ هل اليوم الدكتور مطالب بمراقبة دورية للمريض؟ سؤال كتير ممتاز وجيد. يعني المتابعة لمرضى الورم المثانة هو أهم شيء، لأنه نقص الورم بشكل غير طبيعي موجود جدا نقص الورم. ونحن يعني عازين الموضوع للتدخين، وأغلب المرضى وأنا كتجربة شخصية 90% من اللي شخص لهم الورم بيدخنوا. وقف التدخين يا عم، ما فينا وقف التدخين، نموت وما وقف التدخين، يعني هاي ميت بقول لك انا موجود عند جميع المرضى. فالمراقبه الحثيثه هي امر رهان. كيف المراقبه؟ نحن نظرنا اول مره وجرفنا وعالجنا. بعد 3 شهور لازم نعمل تنظير اخر. في حال كان سلبي، يعني المثانه نظيفه، نعيده بعد 9 شهور. في حال كان امورنا تمام، كل سنه لمده 5 سنين. واذا كان في تشكل لخلايا جديده نرجع بنجرف وبنعيد العلاج نفسه. بعد 5 سنين ما في ورم شوفيها بشكل تام. وفي حالات كثير صارت هون في مفهوم جدا خاطئ وقت بيرجع وجود خلية ولو صغيرة، يعني الشائع انه الدكتور ما نظف صح او الدكتور ما جرف الخلايا صح، ونحن عم نحكي عن خلايا تنمو وتتكاثر ضمن الغشاء المخاطي للمثانة، كمان هي بحاجة لوعي للمريض. نعم، هلأ دور الطبيب جدا مهم. التجريف لازم يكون بشكل تام، مو بس الورم، ما تحت الورم، يعني الطبقة السليمة لازم تنشال كمان. فدور الطبيب مهم في تجريف الصح، ودور المريض في الوقاية وابتعاد عن التدخين كمان صح. تمام دكتور، يعني كمان حكيت حضرتك انه هذا المرض ما في وعي اليوم الناس عندها فيه بموضوع سرطان المثانة، شو في نقاط هيك بالختام خبرنا حابب تضوي عليها اكثر وتوعي الناس اكثر بموضوع اورام المثانة؟ هلا بالنسبه لاورام المثانة بس نعرف نحن شو السبب، فراح يكون الوقاية هي بالابتعاد عن السبب. انا بنصح الجميع يعني بايقاف التدخين، رغم انه هالنصيحه راح تكون في هجوم بالي على شوي عند الصباح دكتور. مو بس سرطان المثانه، بتعرف سرطان الرئه، بتعرف شو بيسبب بالجلد بالوش بكل انحاء الجسم. فايقاف التدخين هو مهم جدا، ما نعطي الموضوع كثير، نعطي الموضوع كثير اهميه عفوا بموضوع البيله الدمويه. فورا نراجع طبيب، ما ناخر حالنا ابدا. نتابع مع الطبيب مثل ما بيحكي، لانه في ناس هو العلاج طويل، فلازم يكون نفس المريض طويل مع الطبيب. وان شاء الله انا بتمنى من الجميع الشفاء التام. آمين. وجميع المرضى يكون متابعتهم مع الطبيب جيدة، لأنه الطبيب دائما بيحب مريضه يشفى، لأنه هذا سمعة له الطبيب رح يكون. صحيح، وهي مهنة إنسانية يعني حضرتك عم تحملها مثل باقي الأطباء. تمام. عفوا بس بدي كمان نبه على موضوع، نحن بننبه على موضوع شرب الماء بشكل كتير. أي مريض بيجي على الطبيب بولية شرب الماء. شرب الماء يوقي من سرطان المثانة، بهيك دراسات بينا. وأكل الخضروات الخضراء كمان يوقي من سرطان المثانة. يعني طبعا. اليوم إجراءات بسيطة يا هايدي، قادرين كل الناس فيها أكيد. شربي مية هايدي. أكيد. شكرا لك دكتور معتصم باللهموس، شكرا لكل النصائح اللي قدمتها، كنت معنا اختصاصي بالأمراض البولية والتناسلية، أهلا وسهلا. شكرا لكم وشكرا لهالاستضافة، وإن شاء الله يعم الخير والسلام والشفاء على الجميع. آمين يا رب. آمين. شكرا حكيم لحضورك اليوم، ونرجع دائما نحن بنقول بالوقاية والوعي والكشف المبكر لأي حالة مرضية ممكن يتعرض لا الجسم، هي تكون كفيلة بأول مراحل نجاح العلاج. شكرا دكتور. ونحن رح ننتقل لريف حمص ولمرمريتا ونشوف الكرنفال اللي كان بمناسبة رقاد السيدة العذراء، كان كرنفال جدا جميل، خلونا نتابعه مع زميلتنا شيرين العلي. بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين أقيم كرنفال مرمريتا بنسخته 47 احتفالا بعيد رقاد السيدة العذراء لينشر البهجة والفرح في قلوب الجميع. السنة تحضيرات من كل محل، كل شيء جديد. السنة أكثر من سنة، السنة تحضير غير سنة الماضية، مجسمات جديدة والمغتربين من كل محل. نتمنى هالعالم كله تشوف الماء، اجى مشان يرجع يجي.
نحن كنا شلة كبيرة من زمان وطلعنا بهاي الفكرة وفعلا صارت تكبر الفكرة والحمد لله أنه صارت يعني بشكل سياحي قوي يعني ونحن بننبسط لأنه الكرنفال بيعبر عن حضارتنا وعن ثقافتنا وعن طبيعتنا الحلوة. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلى وعلى سوريا كلياتها واهلا وسهلا فيكم. الكرنفال الذي يعد من المهرجانات الشعبيه في سوريا ارتدى فيه المشاركون ملابس تنكريه مفعمه بالالوان وتجولوا في شوارع البلده بمجسمات مختلفه ترافقهم فرق الكشاف بمعزوفات والحان متنوعه. السنه حبينا نعمل ميرور مان اند وومن هيك السنه هيك فكره حلوه وغريبه وطبعا نحن تابعين لفكره سياره الاذاعه مثل ما بنقول وان شاء الله هيك تكون الفكره عجبت الكل وينعاد عليكم يا رب كل سنه بالخير وتبقى سوريا بالف خير ان شاء الله وشفاعه سيد العذراء تحمي الجميع باذن الله. هو اول شيء هذا كرنفال 47 كرنفال مرمريتا كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم. الشخصيه هي لورانس العرب هي شخصيه تاريخيه خلافيه كانت أيام الثورة العربية والشريف حسين. لورانس العرب عم يتجدد سنة بعد سنة بعدة أشكال. بقلن أهلا وسهلا فيكم لكل زوار الكرنفال أكثر شيء ويعطيكم العافية وإن شاء الله بلدنا كلها بتضل فيها الأفراح دائمة. حقيقة جو كتير حلو يعني الناس كل سنة بيحتفلوا بالكرنفال بيوم 14 آب إن شاء الله ينعاد على الجميع وعلى أهلنا والنصارى وسوريا الجميع بالخير والمحبة. عم صراحة باخد صور أنا ومبسوط يعني أنا مبتسم كل الصور عم باخدها. بدي أتشكر كل يلي حضروا الكرنفال وتعبوا ونظموا لحتى تطلع بهاي الهي وينعاد عليكم بألف خير بمناسبة عيد السيدة العذراء. مثل ما نعامم الفرح بمرمريتا اليوم بمناسبة كرنفال ومرور 47 عام على الكرنفال يعم الفرح على سوريا قريبا وما يضل شبر بيد القتل المجرمين. هو تقليد سنوي اعتاد أهالي مرمريتا وأبناؤها في المهجر على التحضير والمشاركة فيه والذي يجمعهم مع أهالي المحافظات وسط أجواء من الفرح والألفة. شيرين العلي الإخبارية السورية من بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي. وصلنا رشا لفقرتنا الأخيرة ورح يكون موضوعنا نفسي لليوم وأكيد كل حدا بحياته تعرض لعقبات كتيرة لتجارب عديدة لمواقف مختلفة تركت أثر كتير كبير يمكن بنفسيته بحياته بشخصيته. البعض هون يمكن قدر يتعامل مع هي المواقف بدعم الأشخاص اللي حواليه والبعض الآخر لا ممكن هو استسلم لهذا الموقف وصار في عنده صدمات نفسية. وخلينا ما نروح لبعيد هلأ بهي الفترة نتيجة الهزات اللي عم بتصير حالات نفسية كتير عم نسمع عنها عم تدخل المشافي. الناس على طول في عندها رشا خوف وهلا على طول عم بيقولوا لك يمكن ما بنقدر نعيش يومنا بشكل طبيعي. صحيح وهي هذا المثال مرق معنا بأيام الزلزال الكارثي بأشباط ولكن مثل ما ذكرتي هايدي مواقف وتجارب عديدة يمكن نحن نمرق فيها وتمرق بسلام بحياتها نقدر نحن من خلال الأشخاص اللي حوالينا أنه نحل مشاكلها ولكن في بعض المواقف نحن ممكن نتعرض لها ونعيش بسببها صدمات نفسية. خلينا نقول الخذلان، موت الثقة، فقدان الأشخاص العزيزين علينا، الكوارث الطبيعية وغيرها. هدول الصدمات صعب كتير الإنسان يتجاوزها وبيكون بحاجة لمرحلة جدا طويلة ممكن تستمر سنوات ليقدر يطلع منها وتطلع من ذاكرته. إلها أعراض وإلها أسباب وإلها تأثير نفسي وجسدي ومثل ما الجسد بيمرض النفس أكيد رح تمرض. خلينا نروح لنحكي عن الصدمات النفسية وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير اختصاصي نفسي. اهلا وسهلا استاذ دكتور سمير. صباحكم يا رب. اهلا وسهلا فيك دكتور. موضوعنا كثير مهم خلال هيدي الفتره كثير من الناس بتسالنا اليوم بيقولوا لك حالتهم النفسيه تعبانه ربما بسبب الوضع اليوم الهزات اللي عم نعيشها او ممكن بشكل عام اسباب ومواقف. خلينا هيك بدايه نعطي المشاهدين تعريف مبسط نحن شو بنقصد بالصدمه النفسيه. مجددا يسعد صباحكم وصباح الورد لجميع الساده المتابعين.
الصدمة بشكل عام إذا بدنا نعرفها بتعريف بسيط هي مجموعة من التفاعلات والمشاعر يلي بتتشكل نتيجة أمر مروع خلينا نقول أو أمر فوق العادة. بتتشكل هاي التفاعلات والمشاعر وهون نحن بنقول صدمة. طبعا الصدمات أنواع والصدمات تختلف وحتى العمر له علاقة وله ارتباط، لكن بشكل عام الصدمات موجودة بحياتنا. يعني نحن بندعو دائما الله لا يمر حدا بصدمة مؤذية صدمة صعبة، لكن بشكل تفصيلي لا دائما موجودة الصدمات. ومثل ما تفضلت وحكيتي أحيانا حالات الخذلان، قلة الثقة، الصدمة العاطفية، صدمات نفسية أخرى، فالصدمات موجودة. فضروري جدا نتعلم كيف نحن نتخلص من هاي الصدمات ونطلع منها بشكل سوي. طيب كونك ذكرت بعض الأنواع للصدمات، هل اليوم كل صدمة بتمرق بحياتنا بتاخذ نفس الوقت للشفاء؟ وهل ممكن اليوم يشفى الإنسان بشكل نهائي أو بتبقى موجودة بزاوية بالذاكرة؟ هلا بالنسبة للوقت فالوقت يختلف من شخص لآخر حسب عدة معطيات. نعم. فالمعطى الأول هو هل هذا الشخص عنده تاريخ سابق بالصدمات، يعني الشخص اللي مارق بصدمتين وثلاثة وخمسة في حياته غير الشخص اللي بتكون أول صدمة. رقم اثنين نوعية الصدمة، كمان في صدمات بتكون جدا كبيرة وجدا هائلة فبتاخد وقت أطول. رقم ثلاثة المرحلة العمرية للصدمة، دائما نحن بنقول المرحلة العمرية الأصغر عمر الطفولة والمراهقة هي المرحلة بتكون الصدمات فيها أشد، وخصوصا إذا كانت صدمة من نوع فقد أحد الأبوين أو تعنيف جنسي تعنيف أسري، يعني هذا النوع من الصدمات وبهذا العمر بيكون له تأثير أكبر، ممكن يأخذ وقت أطول للاستشفاء والعلاج من هاي الصدمات. بالنسبة للشفاء التام فهو طبعا قابل للشفاء التام، بس كمان مثل ما حكينا حسب نوعية الصدمة درجة الصدمة ماهية الصدمة، ممكن صدمات تأخذ وقت للاستشفاء من شهر لشهرين لثلاثة، ممكن في أشخاص يأخذوا سنوات ليطلعوا من هاي الحالة. ليش هدول الأشخاص بيأخذوا سنوات؟ هلا الأشخاص اللي ممكن يأخذوا وقت طويل، أولا بتكون الصدمة جدا كبيرة عليهم، ثانيا بيكون في عندهم فقد للداعمين النفسيين. نحن في مجتمعنا أو بمفهومنا في شيء اسمه داعم نفسي اجتماعي، مو ضروري يكون هذا الشخص من أهل الاختصاص، ممكن يكون صديق، ممكن يكون شقيق، ممكن يكون حدا مقرب من هذا الشخص يطبطب عليه بالكلام الحلو يواسي يطلعه من هذا الهول اللي هو فيه من هول الصدمة الكبيرة. وبالمناسبة حتى الفضفضة هي نوع من أنواع الاستشفاء من الصدمات. نحن بمفهومنا دائما نعرف الشخص يلي بيكبت يلي بيحصر هذا بيتعرض لأذى نفسي أكبر وممكن كمان يتحول لأذى جسدي صحي. فلذلك حتى الفضفضة لحدا يكون أهل للثقة كان من أهل الاختصاص أو صديق مقرب كمان هذا بيساعد بتسهيل أو تقصير مدة الاستشفاء من الصدمة. تمام دكتور، ذكرت نقطة الكبت اليوم، إذا بنحكي عن الأعراض، الأعراض ممكن تظهر على الشخص ونعرف أنه عنده هو صدمة نفسية بحياته، متعارف عليه أنه نحن نشوفه دايما هو خايف زعلان ما بيقعد مع حدا ما بيتقبل أي شيء، ولكن يمكن الأصعب ذكرت الكبت. ممكن تلاقي أشخاص اليوم عم يبتسموا عم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وهنن كابتين بحياتهم عندهم صدمة نفسية. خلينا نوضح الأعراض تماما بأي صحيح. لحظة صحيح. بالمناسبة في كثير من الأعراض اللي منها واضح للناس ومنها بيكون داخلي، على سبيل المثال أعراض القلق والتوتر تماما. مراحل من مراحل الاكتئاب، الانعزالية، الانطوائية، تغيير المزاج بشكل يعني غير طبيعي بشكل غير مبرر، الكبت والحصر، الشخص ما له حابب يحكي ما له حابب يطلع حابب يبقى لحاله ما عم يقدر يفرغ هي الطاقات. طبعا هي الحالة إذا ما تعالجت، إذا هذا الشخص ما انتبه إنه هو بحاجة لمتابعة بحاجة لاستشارة هي بتتفاقم بتتحول لأعراض جسدية. يعني نحن دائما بنأكد على أنه في ارتباط ما بين الحالة النفسية والحالة الجسدية، هم ما لهم منفصلين عن بعض. وحتى في كثير من الأمراض الجسدية هي سببها وجذرها ومنشأها نفسي. فلذلك حالة الكبت، حالة الحصر، حالة التعديل، تغيير بالمزاج، الشخص ما هو مرتاح، قلق، توتر، أرق، رجفة، اصفرار، في كثير من الحالات وخصوصا ما بعد الصدمة بالأيام الأولى بتكون هي الحالات ظاهرة بشكل كثير كبير. إذا الشخص ما انتبه ممكن تتحول لمشاكل جسدية، لا ضروري جدا الشخص يكون في عنده حالة من الوعي الكافي لينتبه. طبعا نحن عم نحكي إذا كان الشخص بالغ كبير بالعمر ينتبه أنه هو ما له بحالة صحية ما له بحالة نفسية جيدة ويتجه لاستشارة أحد المختصين. تمام صحيح دكتور. وفي بعض الأشخاص يعني بيمرقوا بالصدمة أو
بتكون ببداية الصدمة بنشوف في تغيير، هو بيلاحظ على حاله انه هو بلش يتغير، بطل يضحك مثل الاول، بطلت عنده هي الطاقة، فقد الشغف، فقد شغفه بالحياة. يعني بيقول لك انا ما بقى في شيء بيسعدني بحياتي، شو ما كان السبب انا غير سعيد، تحسه مهزوز يعني من ثقته بنفسه، وبيروح بيلجأ للطبيب النفسي. هل اليوم الطبيب اعطائه لأدوية الاكتئاب هي يعني حل بتكون لهذا المريض؟ اولا الحل الدوائي هو اخر حل. ثانيا اللي تفضلتي فيه حضرتك هو غالبا ينتج عن طريق تراكمات. يعني هذا الشخص مو من اول صدمه او من اول ازمه، خلينا نقول هو دخل وفقد الشغف، لا هو بيكون مر او حسب درجه الصدمه. تماما، ممكن تكون صدمه كثير قويه او مر بعده صدمات متتاليه، فهو وصل لمرحله فقد الشغف وحتى فقد الثقه بالنفس. يعني ما ظل في عنده ثقه بالنفس، الشخصيه اهتزت، اموره المهنيه اموره العاطفيه حياته بشكل عام تلخبطت، ما عادت مثل قبل. هون هو لازم يتجه لأحد المختصين. بالنسبة لأنواع العلاج مثل ما تفضلت، العلاج الدوائي هو رقم 3، لأنه العلاج الأول خلينا نقول النقطة الأولى هو العلاج النفسي. افهم أنا هذا الشخص وهو حالته النفسية بالضبط وحاول طلعه منها. النقطة رقم 2 هي العلاج بالكلام، مثل ما حكينا ممكن يكون في داعمين نفسيين إن كان من أهل الاختصاص أو أحد المقربين، كنوع من الفضفضة والخروج من هي المشكلة. في حال كانت الصدمة جدا قاسية على هذا الشخص وهذا الشخص ما عم يتقبل الخروج من هي الصدمة، فهون ممكن الأخصائي يتوجه ل يعني إحدى مضادات الاكتئاب يلي بتساعده بشكل أو بآخر للخروج من هي الأزمة، بالإضافة لبعض النصائح مثلا مثل الرياضة. الرياضة هي بتفرغ هي الشحنات السلبية والطاقات السلبية، لأنه مثل ما نعرف الصدمات أو الأزمات هي شيء سلبي بجسم الإنسان، فنحن بحاجة لتفريغ هي الطاقات. الرياضة هي من أبرز النقاط يلي ممكن من خلالها نفرغ هي الطاقات، بالإضافة للأكل الصحي، الأكل السليم، تعزيز ساعات نوم إضافية، شرب كميات كافية من الماء، يعني يكون في روتين يومي جيد. طيب اليوم عندي سؤال دكتور، ليش في اشخاص بتتاثر بمواقف وحوادث بحياتها اكثر من غيرها؟ على فرض مثلا انا ورشا تعرضنا لموقف معين، وحده تاثرت الثانيه لا، شو السبب؟ هل ممكن الشخص ممكن مر بتجارب سابقه خلص صار عنده مثل ما بيقولوا ضد الصدمات او ما بعرف؟ خبرنا اكثر عن هي صار عنده خبره. تمام، هون في نقطتين جدا مهمين. النقطه الاولى شخصيه هذا الشخص. في ناس شخصيتها قويه يعني بتمر بأزمة فهي بتتجاوزها بكل سهولة، لأنه عنده الشخصية القوية، عنده الكاريزما العالية، عنده فهم وإدراك ووعي، وهي نقطة كثير مهمة. الأشخاص لازم يكون في عندهم وعي كافي عن طرق التعامل عن من الصدمات. أنا لما أتعرض لصدمة كيف لازم أتصرف، كيف لازم أخرج منها، ما أحط حالي بموقف أنه أنا بصدمة وانتهى الأمر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأشخاص اللي مروا بعدة صدمات بحياتهم فهن بشكل أو بآخر صار في عندهم التجربة، صار في عندهم الخبرة، ولذلك إذا بتلاحظوا الأشخاص الكبار بالعمر بنلاقي موضوع الصدمات بالنسبة للأشخاص الأصغر يعني عندهم أقل، مروا بتجارب كتير حياتية إن كان صدمات حياتية أو اجتماعية أو أي نوع من الصدمات أو الفقد أو الكوارث الطبيعية أو حتى الصدمات اللي إلها علاقة بشيء اجتماعي، هن مروا بهذا النوع من الصدمات فبيكون التأثير عندهم أقل. بنلاقي الشخص الكبير بالعمر عم يطبطب على الشخص الصغير وأنه هذا الشيء عادي وبمر وطول بالك، وهذا نوع من أنواع الدعم النفسي اللي كنا عم نحكي عنه. طيب بسؤال أخير أستاذ، كونه نحن اليوم عم نشهد هزات أرضية واليوم الناس بحالة خوف، يعني شو أهم النصائح اللي بتحب تقولها للناس؟ هلا أنا بالنسبة لي أهم النصيحة نستقصي المعلومات من المصادر الموثوقة. نحن اللي عم يصير فينا المشكلة إنه بتصير في هزة، بنفتح أي موقع من مواقع السوشيال ميديا بنلاقي ما شاء الله 20 مليون عالم سوري وكله عم يحكي أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص، يعني اللي شغلته هي الشغلة واللي مو شغلته عم يحكي وهذا عم يحذر وهذا عم يهول عم يخوف ويرهب الناس. فلذلك لا، نحن ناخذ المعلومة فقط من أهل الاختصاص ومن المؤسسات المعنية فقط لا غير. رقم 2، نحن بيقولوا جاور السعيد تسعد، خلينا قريبين من الأشخاص الإيجابيين الأشخاص المتفائلين، ما نحن نشوف الأشخاص السلبيين والمتشائمين ونجلس معهم، وخصوصي نحن في بعض الأشخاص عم يمروا لهلأ بفترة رعب أو خوف أو قلق. بس كتير أوفروا بالقصة.
القصة تماما يعني. أوفر، وهذا كلامنا، والسوشيال ميديا لعبت دور كبير بهذا الموضوع. لا يكون في عندنا نحن زيادة بالوعي، وإذا نحن كنا أشخاص كبار وعنا أطفال مراهقين بهذا العمر الحساس، نحن نعمل على زيادة الوعي لحتى نكون قدوة لهم بالأخير. أكيد. بالختام كنت معنا الدكتور سمير هادي، شكرا لك ولوجودك معنا ولكلامك يلي كله طاقة ودعم نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. وأنا بدي أتشكركم، أنكم أعطيكم العافية، وبدي أتمنى لكم صباح مليء بالطاقة لحضراتكم للسادة إن شاء الله. شكرا دكتور سمير هادي. ومثل ما قلنا يعني الصدمة الأولى من الزلزال المفروض نحن نكون هاي الصدمة أقل، يعني أنا ما حسيت ولا هزي هادي لهلأ بلا إحساس. أكيد إن شاء الله هيك بردا وسلاما على سوريا الحبيبي يعني. والسلامة للجميع، الله يحمي كل السوريين. بدي أتشكرك يا هايدي. شكرا لك يا رشا، يعطيك العافية. الله يعافيك. وأكيد أتشكر الكادر الفني اللي رفعنا بالكنترول. بكرة يوم جديد بيحمل طاقة جديدة وأمل جديد وصدمات سعادة. نحن بحاجة اليوم لصدمات السعادة، فيا رب الفرج من عندك. كونوا بألف خير. باي باي. أكيد مشاهدينا كملوا بقية نهاركم بلا صدمات نفسية، وكونوا دايما مرتاحين وبخير وبأفضل حال. وأكيد موعدنا بيتجدد بكرة معكم بنفس التوقيت وضيوف جدد وفقرات عديدة. ومن هلأ تبقوا بألف خير. باي باي.